اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه غنيم. موضوعنا اليوم عن الاسنان، وبما ان الاسنان بتضم عده اقسام هنتكلم عنها وهنجاوب على معظم الاسئله مع نخبه من الاطباء من مجمع المسواك شارع فلسطين بجده. قبل ما نقابل الاطباء خلينا ناخد جوله داخل المجمع ونرجع نتكلم الاطباء، خليكم معايا. رجعت لكم تاني. اول حاجه هنتكلم فيها هي تركيبات الاسنان اللي كتير مننا بيلجأ ليها عشان يحل مشكله من بعض المشكلات اللي بتقابلنا في اسناننا، زي تاكل الاسنان، كسر الاسنان، تغيير لون الاسنان الداكن. هنعرف اكتر عن تركيبات الاسنان مع دكتور محمد القرني، اخصائي تجميل وتركيبات الاسنان بمجمع المسواك شارع فلسطين بجده. اهلا يا دكتور. اهلا بيك استاذه مروه. كنت عايزه اسالك عن ابتسامه هوليود. استوقفني حاجه مع حضرتك واحنا بنتكلم عن ابتسامه هوليود، وانت بتقول لي ابتسامه المملكه، فكنت عايزه اعرف ليه حضرتك بتقول عليها ابتسامه المملكه مش ابتسامه هوليود، وتشرح لنا ايه هي. حضرتك اتكلمتي عن ابتسامه هوليود، طبعا ده اسم تجاري، فانا كنت حابب اسميها ابتسامه المملكه، احنا بنعملها هنا في المملكه، وقدام شويه ان شاء الله هنقول ابتسامه المسواك باذن الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن ابتسامه ببساطه توصل للمريض، ان احنا هنتكلم عن نقطتين، نقطه ازاي بنعمل ابتسامه، انواع التحضير في السن، والنقطه الثانيه المواد اللي احنا بنستخدمها لتعويض الجزء اللي بنشيله من السن، او لو هنعملها بدون تحضير زي ما هنقول في انواع التحضير. هنتكلم على الجزء الاول، تحضير السن. الابتسامه ممكن واحد بدون تحضير، اتنين تحضير بسيط، تلاتة تحضير كامل للسن. اول جزء خالص بدون تحضير، احنا ممكن اصلا الاسنان لو كويسة مرصوصة كويس وكل مشكلة العيان اللون، انا اقدر اعمله تبييض او ابتسامة هوليود المتحركة زي ما هوري حضرتك دلوقتي. الجزء التاني العدسة او القشرة اللي احنا ممكن نعملها، وبناخد جزء بسيط جدا من سطح السنة من بره، ونحط حاجة زي عدسة اللي بتحط على العين بالظبط على القشر من بره، وزي هوري حضرتك دلوقتي. الجزء الثالث التحضير الكامل، وده بنلجأ له في حالات معينة، في كسر في السن، في عندي حشوات قديمة معمولة بنغيرها، والحشوة نفسها لازم نكفر الحشوة توتال علشان ما يحصلش تسوس تاني والقشرة بتاعتي تتضر وكمان الحشوة تتضر، فساعتها العدسة مش هينفع نعملها. طبعا العدسة هنتكلم عنها بالتفصيل شوية تاني، ان في حاجات كتيرة ما نقدرش نعمل فيها العدسة، زائد ان العدسة ليها عمر معين برضو هنتكلم فيه غير موضوع التركيبة. المواد بقى المستخدمة في التركيبات او العدسات، انا عندي ثلاث مواد بنستخدمها في طب الاسنان في العدسات والتركيبات، حاجة اسمها السلترا دو والاي ماكس والزيركون، وبرضه هنتكلم مع حضرتك في الفرق بينهم في السؤال تاني. طيب يا دكتور عايزك تشرح لنا الفرق بين التركيبات على ال تمام. في اول حاجه خالص دي الابتسامه المتحركه، زي ما قلت لك انا لازم يبقى العيان جاي كل مشكلته اللون بس. فنقدر نغير اللون سواء بالتبييض للسن نفسه، او سواء بابتسامه متحركه زي كده بتيجي على الاسنان فوق وتحت 24 سن. تمام. طبعا العيان اللي بيبقى في ايده القرار، لان موضوع التبييض بيقعد بيتغير كل 6 شهور، ما بيفضلش بيرمننت، لكن الابتسامه المتحركه بتفضل معاه على طول، الهوليود او الفينير المتحرك بيفضل معاه على طول. دي الابتسامه المتحركه، دي الابتسامه المتحركه اللي هي بدون تحضير. في حاجه بقى اللي هي القشره او العدسه زي كده، هي من جوه ما فيش تحضير خالص، دي حاله تمام كليانت عندي زي ما انتم شايفين، هي بس قشره من بره، يعني احنا لو شلنا واحده من على قلب السن هي عباره عن قشره تمام، بس محطوطه على السن من بره. طبعا العيان كان جاي مشكلته كان في كسر في الاسنان، السنان مش مرصوصه كويس، بس ما كانش فيها حشوات، السنان سليمه، فقدرنا طبعا نعمله القشره ونحل له مشكلته بدون تحضير، جزء بسيط بس. دي ثابته، دي ثابته. موضوع سؤال بسأله كتير هغيرها بعد قد ايه، القشره غير التركيبه، القشره بتقعد من 7 ل 14 سنه، 7 سنين ل 14 سنه، دي المده المفروض القشره بتاعتي، العمر بتاع القشره بتاعتي بيقعد من 7 سنين ل 14 سنه.
والمفروض بتتغير من بعد 7 سنين ل 14 سنة. طب مش دايما، مفيش حاجة اسمها قشرة دايما أو عدسة دايما. تمام. بالنسبة للي هي القشرة، تمام، هل دي بيبقى يحتاج لها إن احنا نموت العصب قبل ما لا 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 طبعا لا طبعا لا 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 خالص لا مفيش ده. احنا ممكن أصلا لو السن الرصة بتاعته كويسة، السنان مرصوصة كويسة، أنا بدون تحضير ممكن أحط العدسة بتاعتي. يعني مش محتاج برضو تحضير فيها برضو. يعني دي حالة لما بيكسر الأسنان. ليه؟ بيكسر الأسنان. لو حاجات كسر بسيط أو اللون برضو، في عيان بيقول أنا عايز اللون غيره لي دايم بحاجة دايمة، مش عايز حاجة متحركة، مش عايز تبييض، فبنحط برضو العدسة. تمام. هي تمام. السامة الكاملة بتحضير، أما يبقى في مشاكل في الأسنان زي ما قلت لحضرتك. تمام. زي ما احنا شايفين هي بتكفر السن كامل، عمرها طبعا اكتر بكتير من القشره. تمام. بناخد بقى فيها كل المميزات، في كسر، في حشوات في السن، في تسوس، كله ده بيتنضف وتتعمل المعالجات للسن، ونبدا نحط عليه التركيبه، وبيبدا العيان يختار معايا اللون والشكل، لان في كذا شكل. تمام. والتركيبه طبعا تبقى شفافه من فوق زي السنان الطبيعيه بالظبط. تمام. ده ابتسامة، تحضير كامل للسن زي ما احنا شايفين. سؤالي لحضرتك، هل المريض هو اللي بيحدد نوع التركيبة ام الطبيب المعالج؟ تمام. انا بيجيلي المريض ما بيبقاش فاهم شوية اللي انا شرحته لحضرتك، يعني ممكن يبقى عنده حشوات وفي تسوس في السنة من الخلف وعايز يعمل عدسات، فانا ببدأ اشرح له اللي قلته لحضرتك ده كله، وبفهمه الوضع اكتر واكتر. وفهمه اذا كان لا القشره مش هتنفع مع حضرتك عشان كذا كذا، ببدا اعدد له اسباب ان احنا ما نقدرش نعمل القشره، ونقوله على التركيب. لو القشره تنفع معاه وهو جاي عايز القشره والعدسه، لا بنعمل العدسه. فهو بس لازم الاول يتشرح له الوضع كامل عشان يفهم اكتر، ويبدا برضو يختار انا وهو. كمان برضو في مريض بيجي بيبقى جايب لي صور عايز يعمل زيها، انا ببدا اوضح له نقطه مهمه جدا، ان القالب بتاع الفك نفسه، تمام، بيبقى ليه ابتسامات معينه اقدر اعملها بتبقى حلوه جدا معايا. يعني هو ممكن يبقى جايب لي ابتسامه جميله، بس لو عملناها معاه هو هتطلع مش بيرفكت، هتطلع مش مظبوطه معاه. ببدا اوضح له برضو ان القالب بتاع الفك مثلا عنده شكله في شيب سيمي راوند، ابدا اشرح له الوضع واشرح له احنا ازاي بنصمم الابتسامه اصلا قبل ما بنبدا، وابدا بقى اعرض له صور لحالات انا عاملها نفس الديزاين بتاع القلب بتاع الفك بتاعه، نفس شكل الفيس، نفس شكل اللب، الشفاه بتاعته، ويبدا هو يختار من المناسب ليه. دي بتبقى احسن بكتير وبتطلع بيرفكت. تمام. طب اسمح لنا يا دكتور، احنا عايزين نصور معاك هاله. تمام. في العياده. تمام. خليكم معانا ونشوف حاله مع الدكتور وهنرجع تاني. تعالوا معانا نشوف الحالة اللي مع دكتور محمد القرني ايه النهاردة. ازيك يا دكتور؟ ممكن تقول لنا الحالة اللي معاك ايه؟ استاذة مروة، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. معانا استاذ ريهام، هي كانت جاية بتسأل على الفينير المتحرك. تمام؟ فاحنا شفنا الحالة وهنبص تاني من دلوقتي مع بعض. وانا نصحتها طبعا ان هي محتاجه الفينيرز او العدسات الثابته، فهي قالت لي لا هي عايز دلوقتي تعمل الفينير المتحرك. ابتسم. هل في حاله زي دي تسم. هي اللي بتختار ولا حضرتك يا دكتور؟ انا بعرض عليها الحل الصح، وهي لو مصممه وعايزه الفينير المتحرك خلاص بنعمله، بيبقى معاها كحل مؤقت لغايه ما تاخد القرار ان هي تعمل الفينير ثابت. هي عندها الرصه بتاع الاسنان فيها مشكله، اطوال الاسنان برضو فيها مشكله، فكل ده بيحتاج طبعا ان احنا نحضر شويه في السن بحيث كله ده يتظبط، وبعد كده نحط العدسات الثابته بتاعتنا. طيب حضرتك بتقول انها مختاره الفينير المتحرك، هل بيبقى نتيجته كويسه معاها؟ نتيجته كويسه طبعا، بس مش زي الفينيرز الثابت، العدسات الثابته هتبقى احلى بكتير. وهنعمله دلوقتي، وطبعا التسليم بيبقى خلال 24 ساعه، فهي هتستلمه بكره وهنشوفه. هنكون معاك بكره ان شاء الله. خالص، وهل ده بيكون بسبب الماده المثبته بيها على الاسنان ام ايه السبب؟ عايز اعرف الرد يا دكتور. تمام. هنتكلم عن العدسه والتركيبه.
العدسة زي ما تحك هو ليها مدة اللي هي بتقعد من 7 سنين ل 14 سنة. والتركيبة، لا التركيبة لو كل الأسنان موجودة، لو كل الأسنان موجودة مفيش خلع، لا بتقعد يعني أكتر من 20 سنة. يعني طول ما العيان بيتبع التعليمات اللي أنا بقولها له، لا هو خلاص هو المدة بتاعتها مفتوحة زي ما بيقول طول العمر. بس هي الفكرة لازم يحافظ عليها ازاي؟ لازم يفرش طبعا على الاقل مره الصبح ومره بالليل، تمام. انا مش هقوله بعد كل وجبه، مع ان ده المفروض حتى لو من غير معجون. غير تفريش الاسنان، هو طبعا لازم يتابع معايا من كل 3 شهور او كل 6 شهور يعمل تنظيف، لازم يعمل تشيك اب مع دكتور الاسنان، ينظف وفي نفس الوقت يشوف لو في اي حاجه يلحقها قبل ما تبدا اصلا. كفاءه بتكون بسبب الماده المصنوعه منها الفينير نفسه ام بيكون بسبب تاني؟ بصي حضرتك، الماده نفسها والماده اللي بنلزق بيها والتحضير اللي انا عامله، الثلاثه. اول حاجه خالص التحضير، لازم يبقى حاجه اسمها ايكو جانجيفال بالذات في الفينير. يعني ايه؟ يعني ولا تحت اللثه ولا فوق اللثه، بيبقى مع اللثه. ولازم خلال شغلي انا اما باخد المقاسات عشان نبعت للمعمل او هنصور بكاميرا في بق المريض، بنركب حاجات معينه، بنبعد اللثه شويه عشان يبان نهايه القشره للمعمل، عشان لما يجيب لي الشغل بتاعي يبقى قافل على السنه بس، ولا هو ضاغط على اللثه ولا هو بعيد عن اللثه. لو هو ضاغط على اللثه او في قلب اللثه هتبدا تعمل روايح وتبدا تعمل التهابات في اللثه. لو هو بعيد تماما عن اللثه هيبان لون السن من لون القشره بتاعتي، وهيبدا طبعا يترسب اكل بين اللثه وبين القشره بتاعتي. كفاءة الماتيريالز او المادة الخام نفسها تفرق طبعا. الحمد لله احنا دلوقتي المعمل بيبعت لنا كل الشغل بتاعنا بيبقى الماني، مواد الماني، سواء الزيركون سواء الايماكس. فدي حاجة مريحاني انا كطبيب، لان انا حاططها وعارف الخام اللي محطوطة ايه، فانا ببقى مرتاح نفسيا خلاص، لان مش تعمل مشاكل. تالت حاجة اللزقة نفسها اللي هلزق بيها، اللزقة اللي عندنا برضو الماني ميرون، فدي بتخلي بتطول عمر القشرة، تمام، وفي نفس الوقت صعبة تتفك او تقع من المريض. تمام. طيب نصيحتك لكل مريض قبل التركيبات؟ يستشير طبيب، يسمع. احنا عندنا استشارة مجانا، يجي يسمع يشوف حالته محتاجة ايه، يتفرج على زي ما قلت لحضرتك على حالات قريبة من حالته وعملنا فيها ايه ووصلنا لايه، ونوصل لخطة علاجية قبل ما نبدأ، وبعد كده ياخد قراره. محمد الكرمي، اخصائي تجميل وتركيبات الاسنان بمجمع المسواك، شارع فلسطين بجده. شكرا يا دكتور. العفو. خليكم معايا الفقره اللي جايه. هاي الصبايا، صاحبتي حكيتني عن الدكتور محمد الكرمي وكانت بتشكر فيه كثير، وجيت عند الدكتور قديش خدمتهم رائعه وحلل لي اكثر من مشكله باسناني. بنصحكم بزيارة الدكتور محمد القرني بعيادات المسواك بشارع فلسطين بجدة. رجعت لكم تاني وهنتكلم عن القسم اللي مليان بالتساؤلات، وهو قسم زراعة الأسنان. معظم الأسئلة اللي جاتني كانت عبارة عن هل زراعة الأسنان مؤلمة؟ هل في طرق حديثة فعلا تخليني ما احسش بزراعة الأسنان؟ هل ممكن أزرع أسناني وارتاح نهائيا من عدم وجود الأسنان؟ هل تنفع زراعة الأسنان للأطفال؟ أسئلة كتير جدا اتسألتني، هنعرفها وهنتكلم معاها مع دكتور محمد الإمام، أخصائي جراحة الفكين وزراعة الأسنان بمجمع المسواك شارع فلسطين بجدة. أهلا يا دكتور. عايزة أسأل حضرتك، مريض فقد سنه أو سن مكسور، إيه الحلول اللي ممكن حضرتك تقدمها للمريض في الحالة دي؟ أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا. بخصوص سؤال حضرتك، هو سؤال مهم جدا جدا. مريض فقد سنه او عنده سن مكسور، ايه الحلول المقترحه بالنسبه للمريض في مجال طب الاسنان؟ بالنسبه للحلول بالنسبه للمريض، تعويض السن المكسور او السن المخلوع بيتم بثلاث طرق في مجال طب الاسنان في اي مكان في العالم. اول طريقه هي زراعه الاسنان، الطريقه الثانيه هي التركيبات الثابته، الطريقه الثالثه هي التركيبات المتحركه او الاطقم المتحركه، سواء اطقم كامله او اطقم جزئيه. نتكلم باختصار عن كل نوع من الأنواع. الطريقة الأولى هي طريقة زراعة الأسنان، وهي الطريقة المفضلة إن توافرت الظروف أو إن ناسبت الظروف بالنسبة للمريض.
زراعة السن هي تعويض السن المخلوع عن طريق تركيب زرعة عبارة عن وتد وتلبيسة بدون الحاجة للأسنان المجاورة، ودي من أفضل مميزات زراعة الأسنان، أنه أنا بعوض السن المخلوع عن طريق تركيب غرسة أو سن بدون الاحتياج للأسنان المجاورة، وده شيء مهم جدا جدا وبيفيد الأسنان المجاورة أو بيفيد الفم بصحة عامة، أن أنا مش هحتاج أن أنا هبرد أو يعني هضر أو أعمل أي إجراء في الأسنان المجاورة. دي زراعة الأسنان، لذلك احنا بنفضل زراعة الأسنان عن باقي أنواع التركيبات. وبصراحة في الوضع الحالي أصبحت أنواع التركيبات من العصور يعني القديمة، وللأسف أنه بعض الأطباء لعدم مواكبتهم للتطورات الحديثة بالنسبة لزراعة الأسنان بيقدموا حلول للمرضى، حلول قديمة أو يعني ما عادتش بتستخدم كتير في الوضع أو في العصر الحالي. زراعة الأسنان الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة. النقطة الثانية هي تركيبات الأسنان. تركيبات الأسنان أنا باجي على السن المفقود، ولنفترض أنه سن رقم 3، بركب السن عن طريق تركيب جسر متصل ما بين السن رقم 2 والسن رقم 4. يعني السن المخلوع اللي هو رقم 3 بيتركب عن طريق 3 وحدات، وحدة سن ووحدتين تلبيستين على الأسنان المجاورة اللي هو السن رقم 2 ورقم 4. وطبعا أنا بحتاج أن أنا أعمل تحضير أو برد في الأسنان المجاورة عشان تستوعب أو يكون في فراغ أو مجال لدخول الجسر أو التركيبة. وطبعا ده من الشيء أو من الأشياء اللي هي السلبية في مجال أو في حل اللي هو التركيبات الثابتة. الحل الثالث طبعا هو ما عادش بيستخدم كتير أو يكاد يكون انقرض، وهو التركيبات التعويضية المتحركة، وهي أطقم الأسنان عن طريق أن أنا بركب السن المخلوع بعبارة عن سن مع قاعدة ومع مشبك مرن بنركبه، بيكون متحرك، هو من اسمه هو متحرك عشان بيتركب وبيتشال وبيتحط عن طريق المريض وبكل بساطة، ولكن هو طبعا حل يعني أصبح زي ما قلت حل قديم. لو جينا نتكلم عن ميزة زراعة الأسنان عن باقي الحلول الأخرى، قلنا أول نقطة أنه زراعة الأسنان بتحافظ على الأسنان المجاورة، أنه أنا بركب السن بذاته بدون المساس بالأسنان السليمة، مش هحتاج أبرد في السن اللي قبله ولا السن اللي بعده. طبعا البرد ده بيفقد الأسنان طبقة المينا، وهي أقوى طبقة محيطة بالسن، وهي الطبقة العازلة أو الحامية. فأنا يعني إذا فقدت الأسنان السليمة طبقات المينا، فمعناها أن أنا بضر أسنان سليمة، معناها أن الأسنان دي معرضة فيما بعد أن يجيها تسوس أو يجيها يعني خلل معين أو تآكل، فممكن تضطر بعد كده تسوي حشوة أو علاج عصب، وفيما بعد أو مستقبلا ممكن تضطر تخلع الأسنان السليمة. بالتالي أنت عشان تعوض سن ضريت سنين تانيين، فهتضطر أن أنت بدل ما كنت محتاج تزرع سن تحتاج تزرع 3 أسنان مش سن واحد. دي نقطة مهمة. الميزة الأخرى أن الزرعات بتقدم حلول للأسنان غير متاحة في التقنيات أو الطرق الأخرى في حال عدم وجود أسنان. يعني في منطقة في آخر الفم لا يوجد أسنان قبل ولا بعد، فبالتالي ما في أي حلول لتعويض السن المخلوع إلا عن طريق زراعة الأسنان. من الميزات الأخرى أن زراعة الأسنان بتحافظ على منطقة العظم المحيط بالزرعة مكان السن المفقود. يعني مكان ما أنا خلعت السن، لما أزرع سن جديد السن ده بيحافظ على منطقة العظم. ليه؟ لأن العظم في المكان ده بيتأثر بالقوى المضغ وبيشارك في عملية مضغ الطعام، بخلاف التركيبات اللي هي الجسور السن المخلوع المعلق على سنين، منطقة العظم أسفل السن نفسه المعلق لا تتأثر ولا يصل إليها المضغ، فبالتالي بيحصل فيها عملية انحسار أو تآكل أو فقدان في طبقة العظم. طبعا فقدان العظم ده يعني خسارة كبيرة، بتؤثر على شكل الإنسان، على الفيس أو البروفايل، لأنه فقد العظم نفسه هو اللي بيرسم شكل الوجه، لأنه بيعطي حاجة اسمها التشيك أو الليب سبورت، أو بيرسم شكل الوجه من الداخل ومن الخارج. طبعا دي غير متوفرة في التركيبات الأخرى. بالنسبة لزراعة الأسنان تعتبر هي حل في حال فقدان كامل الأسنان. في حال فقدان كامل الأسنان نقدر نركب أطقم أسنان
مثبتة على زرعات أو أوتاد تكون أطقم ثابتة أو جسور ثابتة على زرعات الأسنان. زراعة الأسنان ومرضى السكر، هل يا دكتور مريض السكر ينفع يعمل عملية زراعة الأسنان؟ وهل بيكون في مشكلة في العظم في التئام العظم بعد العملية؟ تمام، سؤال مهم جدا جدا وشكرا لحضرتك على السؤال. مرض السكر هو من الأمراض اللي لها علاقة مباشرة بموضوع زراعة الأسنان، لأن مرض السكر طبعا هو بيكون سبب أصلا في فقدان كتير من الأسنان. مرض السكر للأسف لما بتكون نسبة السكر مرتفعة أو في عدم تنظيم في نسبة السكر لأي سبب كان بيؤثر على طبيعة العظم المسؤول والمنطقة المحيطة المسؤولة بجذور الأسنان، فبالتالي فبتؤدي إلى فقدان الأسنان. بالنسبة لسؤال حضرتك عن هل ينفع لمريض السكر أنه يعمل زرعة أسنان، الإجابة نعم، مريض السكر بيقدر يعمل زرعة أسنان. مريض السكر يعتبر شخص طبيعي جدا جدا إذا كان نسبة السكر في الحدود المناسبة، وطبعا الحكم فيها بيكون الأدق لتحاليل السكر التراكمية اللي بتكون في خلال فترة زمنية الآخر 3 شهور، بتديني نسبة السكر بدقة أنه أقدر أحدد من خلالها هل طبيعة العظم مناسبة للمريض ولا لا. الاعتماد على التحاليل هي طبعا غير دقيقة، ودي يعني نقطة بيقع فيها كثير من الناس، بيفكر أنه تحليل السكر اليومي ممكن يكون هو معيار، لكن هو مرتبط أكثر بالحالة اليومية، سواء زواكل سكر، زواكل الأكلات فيها سكريات أو كذا، لكن الأدق هو التحليل التراكمي. إذا نسبة التحليل في حدود يعني ما عدت الـ7 بيكون نسبة معقولة جدا، وبيكون شخص يعني نقدر ان هو نسوي له زرعة وتكون نسبة نجاحها كبيرة. بندي للمريض بعض الاحتياطات اللي يقدر ان هو يتغلب على موضوع السكر، زي ان احنا بنعمل جلسة الزراعة تكون في اول اليوم، نقلل من اجراءات عملية او خطوات الزراعة، ويفضل اذا كان في مجال لتسوية او عمل الزرعة بدون جراحة او بدون فتح في اللثه يكون طبعا افضل زي ما ذكرنا. مساله انه يكون المريض واخد فطاره وواخد علاج السكر عشان نسبه السكر، يعني احنا نخاف انه نسبه السكر تنزل مش انه هي تكون مرتفعه، فيكون واخد علاجه كويس وفاطر كويس، اهم شيء يكون فاطر كويس عشان ما يكون انه يعني واخد العلاج بدون ما يكون فطر فتنزل نسبه السكر. لكن الشخص بوجه عام اللي هو مريض السكر الكنترول او المنظم بيمكن إجراء عملية الزراعة ونسبة نجاحه كويسة بتصل لـ95%، فإن شاء الله يقدر يزرع بأمان وتكون نتيجة كويسة بالنسبة له ويستفيد من موضوع زراعة الأسنان. طيب أنا عايزة حضرتك تطمن المريض اللي عايز يعمل عملية زراعة ومتخوف من أولا من الألم، ثانيا من وقتها، وهل ينفع يزرع أكتر من سنة في وقت واحد ولا لا؟ شكرا لحضرتك، طبعا سؤال مهم جدا جدا، وفعلا ده شيء انا بشوفه كتير. فعلا كتير جدا من المرضى بيخافوا من موضوع زراعة الاسنان، او بيفكروا ان الموضوع فيه جراحة كبيرة او شيء يعني مقلق او مخوف، او كأنه بيعمل جراحة كبيرة. طبعا هي زراعة الاسنان من ضمن الماينور سيرجري، يعني جراحة مبسطة او صغيرة من الاشياء البسيطة، وبعض الحالات كمان بتتم عن طريق اجراءات يعني غير او يعني تقلل من عمليه الجراحه، زي الفلابليس او الزرعه بدون جراحه، هو مصطلح مجازي بنستخدمه في حال تركيب الزرعه بدون كشف اللثه، كشف العظم بدون فتح اللثه وكشف العظم، اذا كان المريض بتوفر فيه بعض الشروط زي العظم مناسب، اللثه مناسبه، الامور زي كده. طبعا بنقدر نسوي الزرعه عن طريق التخدير الموضعي، طبعا قبل اي شيء لازم نعمل تخدير موضعي، المريض مش بيحس باي حاجه ابدا، بالعكس كمان مع الابره التخدير في بنج موضعي عن طريق يعني شيء زي الدهان او السبراي كمان عشان ما يحسش بدخول الابره اللي هي الموضعيه. بعدين الدكتور بيبدا يسوي عمليه الزراعه، اذا كان بدون جراحه يبدا مباشره بيركب الزرعه عن طريق طبعا استخدام الاشعه بالكمبيوتر، ويعني دي فرصه كمان نتكلم عن الاشعه المقطعيه وازاي ان هي سهلت موضوع الزراعه وقللت الخطوات على المريض وزادت من نسبه نجاح الزرعه وزادت من يعني
وضع الزرعة بطريقة جيدة بالمقارنة بالمنطقة أو الأسنان المجاورة أو الأعصاب أو الجيوب الأنفية أو الأشياء الحيوية. طريقة الزراعة طريقة آمنة جدا جدا، إجراءاتها يعني في بعض الحالات الزراعة بتاخد أقل من 10 دقائق. وطبعا بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، أنه هل نقدر نعمل أكثر من زرعة في نفس الجلسة ولا لا؟ الإجابة طبعا بنقدر نعملها بفضل الله في أكثر من جلسة. بالعكس، في بعض الحالات بيفضل إذا في أكثر من زرعة في نفس المنطقة أو في نفس الفك، بعض الحالات بنسوي فك كامل في زرعة، زراعة كاملة للفك في جلسة واحدة. حضرتك كلمتنا عن التقنية الحديثة والأشعة المقطعية في زراعة الأسنان، ممكن توضحها لنا بشكل أكثر؟ تمام. التقنيات الحديثة في زراعة الأسنان هي تقنيات طبعا بتستخدم في التشخيص والعلاج. وبالمناسبة طبعا عارفين انه مجال طب الأسنان من اكتر المجالات اللي بتتأثر بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. موضوع زراعة الأسنان بالسيرجيكال جايد او باستخدام الأشعة المقطعية طبعا هو شيء يعني مهم جدا جدا وشيء جميل جدا، وسهل على كثير من الأطباء وعلى كثير من المرضى عملية زراعة الأسنان، وساعد في نجاح زراعة الأسنان. ببساطة الأشعة المقطعية بتديني البعد الثالث للمريض، يعني أنا لما أعمل صورة للمريض عادية بتكون طول وعرض. بالنسبة للأشعة المقطعية هي أشعة ثلاثية الأبعاد بتبين البعد الثالث وهو السماكة أو العمق. السماكة هي سماكة الفك، سماكة عظام الفك. سماكة عظام الفك مهمة جدا جدا في تحديد مقاسات الزرعة من حيث القطر ومن حيث الطول وتحديد مستقبل التركيبة فيما بعد. تقنية الكون بيم سي تي الأشعة الثلاثية مع السوفت وير الحديث في إنتاج السيرجيكال جايد أو الديفايس الجديد اللي بيستخدم عن طريق أن أنا بركب للمريض تركيبة توضع على فم المريض. طبعا في البداية باخد المريض أشعة مقطعية، بعمل له مقاسات للمريض، بركب للمريض زي تركيبة جزئية مؤقتة فيها فتحات معينة. الفتحات دي بتشير للطبيب على طريق على مكان إدخال الزرعات. طبعا دي بتكون مصممة بالكمبيوتر، بس الدكتور بيدخل من خلال الفتحات يثبت الزرعات. طبعا الفتحة دي بتكون فيها سليفز، السليفز دي بتساعد الدكتور انه يدخل بزاوية معينة. الزاوية دي هي أفضل مكان لوضع الزرعة بالمقارنة بالأسنان المجاورة، وأفضل مكان هيكون أفضل زاوية هيكون فيها التركيبة المستقبلية للأسنان. وطبعا شيء مهم جدا جدا لأن علاقة الزراعة مع الأسنان المجاورة ومع إطباق الفم ومع الأعصاب المحيطة أو الجيوب الأنفية هي مهمة جدا جدا، ولابد أن توضع في الاعتبار حتى تنجح عملية الزراعة وعمليات التركيبات المستقبلية على الزرعات. إزاي ممكن نستفيد من تقنية البلازما في عملية زراعة الأسنان؟ تمام، سؤال مهم جدا جدا. طبعا تقنية البلازما هي من التقنيات الحديثة اللي بتساعد في نجاح عملية الزراعة، وهي بتساعد في عملية تكوين العظم. طبعا أهم حاجة بالنسبة لنجاح عملية الزرعة هو وجود طبقة عظم يعني بكفاءة عالية وطبقة بكثافة مناسبة محيطة بجسم الزرعة. عملية البلازما ازاي بتساعد في الموضوع ده؟ احنا بنعمل للمريض تحليل، تحليل الدم. عينة الدم اللي بناخدها من المريض بنحطها في جهاز بيعمل عملية طرد مركزي، بيطلع لي خلايا الدم متقسمة ومفصولة عن بعض، نقدر ناخد منها اللي هو البلازما ريتش بروتين اللي هي الجروس فاكتور اللي بنحتاجه ان احنا نحطه في مكان محيط بالزراعة، على اساس انه بيزيد عملية تحفيز الخلايا اللي هي الخلايا الجذعية او خلايا بتسهل ان هي يحصل لها ديفرنشيشن لخلايا بتعمل بناء للعظم اللي هي الاوستيوسايتس او الخلايا المسؤولة عن تكوين عظم في منطقة الزراعة او في منطقة تركيب العظم الصناعي، عن طريق خلط مادة البلازما مع طبقة من العظم اللي هو الطعم العظمي ووضعها بجوار مكان الزرعة
وإضافة عليها جزء من الجروس فاكتورز اللي هي ماخدينها احنا من تحليل المريض. طبعا الموضوع ده بيزيد من عملية التئام الجرح وبيزيد من كثافة تكوين العظم وبيسهل موضوع الالتئام وموضوع تكوين عظم جديد وبيقلل المدة الزمنية اللي بتحتاجها الزرعة عشان يتم عملية البون اوسو انتجريشن او البون فورميشن او تكوين عظم جديد على جسم الزرعة. كان معانا دكتور محمد الامام اخصائي جراحة الفكين وزراعة الاسنان بمجمع المسواك شارع فلسطين بجدة. هننتقل معاه دلوقتي في عيادته ونشوف حالة من الحالات اللي هو بيتابعها. خليكم معايا. دلوقتي هندخل عند دكتور محمد الامام ونشوف الحاله اللي معاه ونشوف هيعمل معاها ايه. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ كويسه؟ عايزين نصور معاك بقى الحاله. الحاله ايه مع حضرتك النهارده؟ معانا الاستاذه هيا. الاستاذه هيا جاتنا من حوالي تقريبا من 5 شهور تقريبا. كان عندها سن مكسور وللأسف يعني بعد الفحص والأشعة وكل شيء يعني كان ما فيش حل غير ان احنا نخلع السن ونعوضه بزرعة. اضطرينا نخلع السن ونركب زرعة فورية مع تركيب دعامة عظم وغشاء كولاجين ممبرين وتعويض السن الخارجي بتركيبة تجميلية فورية في نفس وقت الخلع والزرع. وبفضل الله تعالى يعني بعد حوالي يعني انتهاء مدة التئام العظم بدينا نغير نفحص طبعا بالأشعة ونشوف كيف وصلت النتيجة. الحمد لله التئمت الزرعة وترسب العظم بطريقة يعني ما شاء الله ممتازة. بدينا نفك التركيبات المؤقتة ونركب الدعامة والتركيبة التجميلية النهائية من الزيركون مشابه طبعا لنفس لون الأسنان وبدرجة شفافية ودرجة تجميلية عالية يتناسب مع ابتسامة الأستاذة هيا. وإن شاء الله في النهاية تكون مبسوطة والنتيجة تكون بالنسبة لها نتيجة مرضية ورجعت الابتسامة زي الأول وأحسن. ولو حابين نشوف على الكرسي أو على الفحص الأستاذ. هو بصراحة أنا أول شيء كنت الآن كتير بموضوع زراعة الأسنان بس يعني مع الدكتور محمد يعني كل شيء فرق علي. بصراحة الدكتور كتير إيده سهلة ويعني ما حسيت بألم أو شيء، بس إنه بعد ما خلصت الزراعة اضطريت إني أخذ حبة مسكن بس كأني إنه مركبة حشوة. ويعني كتير بشكر الدكتور محمد على شغله النظيف والحمد لله ما في ألم ولا شيء. ويعني هلأ صار فيني أضحك مثل أول وأحسن. وبنصحكم بزيارة دكتور محمد الإمام بمجمع المسواك بشارع فلسطين بجدة. في نهاية حلقتنا أتمنى أكون فدتكم. كنت معاكم النهاردة من مجمع المسواك شارع فلسطين بجدة. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.